المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد، وحروفه كما نلاحظ على الشاشة ثلاثة، هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ومثال ذلك الألف من قال، والألف من الرحمن، والألف من مالك. الثاني من حروف المد واللين الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل قوله تعالى يقول، لاحظ الواو في يقول، الواو هنا ساكنة وقبلها مضموم. توبوا، نلاحظ الواوين في هذه الكلمة وقبل كل من الواوين ضمة. قلوبهم، أيضا الواو في كلمة قلوبهم ساكنة وقبلها مضموم. أما الحرف الثالث والأخير من حروف المد فهو الياء الساكنة المكسور ما قبلها، كما نلاحظ على الشاشة قوله تعالى قيل، قيل، نلاحظ الياء كيف هي ساكنة وكيف قبلها كسرة. سينين وطور سينين، لاحظ الياء الأولى والياء الثانية كل منهما ساكنة وقبلها مكسور. الذي، الذي، الياء من كلمة الذي ساكنة أيضا وقبلها مكسور. أنواع الحدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها وهي تسعة: أولا المد الطبيعي، ثانيا مد البدل، ثالثا مد العوض، رابعا المد المتصل، خامسا المد المنفصل، سادسا مد الصلة الصغرى والكبرى، سابعا المد اللازم، ثامنا المد العارض للسكون، تاسعا مد اللين.